جنود في خنادقنا والحمد لله لا نبرح منها من ابن يوم إلى ابن مئة عام. وكذلك نساؤنا وأطفالنا جنود، فإذا حسبنا أبناء جولان الموجودين في الأرض المحتلة في جولان نعتبر نحن لواءين من الجنود السوريين المقيمين في هذه الخنادق مدافعين مرتبطين في الأرض دما ولحما وكرامة وخيما ومبادئا. استقبال شعبي لعميد الأسرى السوريين والعرب النسر السوري صدقي لسليمان المقت على أرض الجولان الأبي. والمقت يؤكد أن تحريره خطوة على طريق تحرير جميع الأسرى والمعتقلين وصولا إلى تحرير الجولان بهمة جيشنا الباسل الذي يخوض معارك الشرف والعزة دفاعا عن الوطن. والمطران عطلة حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في الأراضي الفلسطينية المحتلة يؤكد وقوف الفلسطينيين مع سوريا. عميد الأسرى السوريين والعرب صدقي سليمان المقت يعانق الحرية بعد 27 عاما من الاعتقال في سجون الاحتلال الصهيوني. بعد 27 سنة من الأسر، بعد 27 سنة من الصمود، بقول أولى كلماتي لشعبنا العربي السوري: لا خيار سوى خيار المقاومة. السورية بماضيها وحاضرها ومستقبلها مدينة لهذا الجيش، هذا الجيش اللي قاتل على أرض الجولان بحرب 73 وسيل الدماء شهدائنا العظام على أرض الجولان بعام 73. هو ذات الجيش اليوم اللي عم بيخوض هذه الحرب، اللي بدي يقوله لجيشنا العربي السوري البطل إنه ذات العدو، هذه العصابات المرتزقة اللي موجودة في سوريا والعصابات الصهيونية اللي محتلة أرض الجولان ومحتلة فلسطين وهذا المكان أيضا، ها هو ذات العدو. فقتال هذه العصابات في سوريا هو ذات القتال في فلسطين. وتحية كبيرة لشعبنا لجيشنا العربي السوري، أني هذه اللحظة بهديها لجيشنا العربي السوري، فهو أحق مني بهذا الصمود، هو أجدر مني بهذا الصمود، وهو أحق مني من هذا التكريم. ساحات الجولان كانت على موعد مع نسرها العائد، فنظمت أعراسا وطنية في كافة قرى الجولان المحتل، فوصل أولا إلى بقعاث المحتلة حيث أقيم احتفالا مهيبا للأسير المحرر جال به شوارع القرية وصولا إلى ساحتها، حيث ألقى كلمة معبرا عن شكره العميق للاستقبال ومؤكدا أن سوريا بجيشها وشعبها وقيادتها خطا أحمر ولن نسمح لأحد أن يمسهم. لحظة تحرر صدقي هي لحظة انتصار حقيقي أولا على الذات، لحظة عبر عنها الأسير المحرر صدقي المقت بأنه يحمل وجدان السوري الأصيل أينما كان، ويتألق في قلب زنازين العدو في أكثر مكان ظلمة وأكثر مكان قهرا. هذه هي لحظة الانتصار العظيمة. مسعدة كانت المحطة الثانية، حيث احتشد أبناء القرية شيبا وشبابا نساء ورجالا على الشارع الرئيسي في القرية رافعين الأعلام الوطنية هاتفين للوطن ومرحبين بالنسر السوري العائد. من هذه اللحظة الشعور الوطني يعم الجولان عامة، وباسم الجولان نقدم هدية إلى الوطن الأم سوريا، ويقول الجولان للوطن، الجولان يقول لأرضه: يا أرض ابشري منك السجون ومن السجناء. الجولان يقول لأرضه: يا أرض ابشري منك الحياة ومن الفداء. الجولان يقول لأرضه: منك الثراء ومن الدماء. الجولان يقول لأرضه: منك القبور ومن الشهداء. نعم من الشهداء، نحن أناس لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، إما نكون شرفاء على هذه الأرض أو لا نكون. فنقدم هذا النضال الجولاني ونضال صدقي بالتحديد وصدقي إلى الأمة العربية والإسلامية هدية رمزية بهذه المواقف الشريفة. هنيئا لصدقي، هنيئا لأهلي، هنيئا لوالدته التي ربته، هنيئا لسوريا على مثل هؤلاء الأشخاص المناضلين الذين شكلوا ملحمة أسطورية عظيمة كبيرة في تاريخ الصراع مع هذا الكيان الصهيوني الغادر. عين قنية
المحطة الثالثة حيث وصل إلى ساحة القرية المطلة على فلسطين المحتلة ومزارع شبعة والجنوب اللبناني ليستقبل استقبال الأبطال في ساحة القرية وسط هتاف أبناء القرية مرحبين بالأسير البطل. صدق تحرر من الأسر بعد نضال ومعاناة وصمود وألام 27 سنة، رجع لساحات النضال ولساحات المقاومة، ومهما العدو اعتقل وحكم سنين ما رح يقدر يردعنا ولا يمنعنا من مقاومة الاحتلال، ولا رح يقدر يكسر عزيمتنا وإرادتنا. ساحة مجدل شمس المحتلة، ساحة العزة والكرامة، ساحة الرجال، كانت محطة صدق الأخيرة لتستقبله بحشود نادرا ما يشهدها الجولان وبعرس وطني، حيث حضر وفودا من فلسطين المحتلة يتقدمهم عددا من رجال الدين والشخصيات السياسية والوطنية في الداخل الفلسطيني. عطا فرحات، التلفزيون العربي السوري، مجدل شمس المحتلة.